كرم الشهداء أكثر من 110 شهيد لأجل بقاء هذا البلد ولأجل سعادة هذا الشعب المستضعف لأجل استبدال الحق المشروع. فنحن إن شاء الله قائمون قدما إلى الأمام إن شاء الله في تحركاتنا، ولن نتوقف ولن نتراجع ولن ننتمي، لأننا أحرار نريد أن نشم نسيم وأكسجين الحرية، نريد أن نعيش كمواطنين، لنا حق المواطنة من سكن ومن عمل ومن حرية التعبير.